شرعت قيادة عمليات صلاح الدين تنفيذ عمليات أمنية واسعة ضد خلايا الإرهاب للمناطق الممتدة بين قضائي بيجي حديثة وصولا للحدود الإدارية بين قيادتي عمليات صلاح الدين ونينوى وبمساندة طيران الجيش، وتم خلالها العثور على العديد من العبوات النازفة التي تمت معالجتها من قبل الجهد الهندسي. شرعت قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها المتمثلة بلوامة شات 91 فرقة 14 وفوج سوات قيادة شرطة صلاح الدين والفوج الأول لوامة شات 66 فرقة 20 ومقر العمليات بتفتيش منطقة غرب قاطع المسؤولية اللي هو وادي الثرثار، الجزيرة الصينية وجزيرة الشرقاط بالتنسيق والتعاون مع قيادة عمليات الجزيرة وغرب نينوى. حقيقة قطاعاتنا تقدمت أثناء التقدم تم اكتشاف عبوات ناسفة تم تفجيرها، أربع عبوات حاليا الفوج الأول 91 عثر على مضافتين للعدو بها مواد التفخيخ مالته وجد كانت العبوات الناسفة. شرعت قوة الفوج الأول لواء المشات 66 فرقة 20 بالاشتراك مع عمليات صلاح الدين و لملاحقة عصابات داعش الإرهابي ضمن المنطقة المحصورة بين قضاء بيجي وحديثة وصولا إلى الحدود الإدارية والحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات غرب نينوى والمتمثلة بوادي ثرثار. القطاعات تنسيق عالي بينها وبين قيادة شرطة نينوى صلاح الدين وبالاشتراك مع قوة من فوج سوات وفوج مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين. اليوم كسرية هندسة قيادة عمليات صلاح الدين قمنا بتفتيش الطريق الرابط بين مدينة بيجي وصولا إلى جسر السكريات، وتم رفع عدد من العبوات وإتلاف عدد ثاني، وتمكنت القطاعات من الوصول إلى الأهداف المحددة دون خسائر تذكر والحمد لله.